الآن هذه الشيلة مهداة من عمتها وضحة بنت عيد بن سعدون إلى كيان بنت محمد بن عيد بن سعدون. والشيلات شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكليم ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05 055. وفي أحلى مولودة الراحب إعدادي هما لا لمزاني، وكيان هي ولا الأفراح تستاهل التالي كفاني، وتستاهل التالي كفاني، قد وجدت نورتها الكون، مولودة بزيني رباني. وبنت محمد بن سعدون رع الوفا دار بليماني، رع الوفا دار بليماني، وجد عيد البخر كله كريم يجمل العاني. وابو محمد رفيع الشان يصخر به القاضي والداني، وجدتها بالعز واسمية متفردة طيبي واحساني، ومتفردة طيبي واحساني، وعمتها واضحة مقام العز تهدي لها عذبل الحاني. وعمتها يا فخر فيها كل الليالي وخوالها للفخر نوماس على المواقف شجعاني، وصيت الحمادي من الخافه على المواقف شجعاني، والطير ساس العطا والجود عزوتها حمران الاعيان، وعزوتها حمران الاعيان. وفي أحلى مولودة الراحب إعدادي هما لا لمزاني، وكيان هي ولا الأفراح تستاهل التالي كفاني، وتستاهل التالي كفاني، بنوتة نورتها الكون، مولودة بزيني رباني. وبنت محمد بن سعدون رع الوفا دار بليماني، رع الوفا دار بليماني، وجد عيد الفخر كله كريم يجمل العاني، وابو محمد رفيع الشان يفخر به القاضي والداني، وجدتها بالعز واسمية متفردة طيبي واحساني، ومتفردة طيبي واحساني، وعمتها واضحة مقام العز تهدي لها عذبل الحاني، وعمتها يا فخر فيها كل الليالي والاسماني، وكل الليالي والاسماني، وخوالها للفخر نوماس على المواقف شجعاني، وصيت الحمادين بخربه على المواقف شجعاني، والطير ساس العطا والجود عزوتها حمران الاعياني، وعزوتها حمران الاعياني. ليس الوحيدون ولكن الاقدم، خبره طويله وابداع والاتقان في